صارك حال شباب، معكم شركيه وشركه كيف جايكم فيديو جديد. طبعا شباب اليوم راح نلعب مع بعض ببجي موبايل، بس فيديو اليوم مو نفس باقي فيديوهات ببجي موبايل شفتوها بالقناه اللي هو نفوت ونلعب مع بعض وبس. لا، فيديو اليوم في شغلتين جدا مهمين صاروا ببجي موبايل لازم اشرح لكم اياها. اول شغله انه في جيم مود جديد بلعبه ببجي موبايل، صراحه ما شفت اي لعبه باتل رويال فيها الاشياء اللي موجوده جوا هالجيم مود. وثاني شيء هو في جيف اواي جوا اللعبه نفسها، مو جيف اواي على هذا الفيديو، لا ببجي موبايل في فرصة انك تربح ايفون بمجرد انك تلعب اللعبة. بعد شوي راح اشرح لكم كيف. اوكي، اول شيء خلينا نتكلم على الجيم مود الجديد اللي اسمه بيلود 2.0، اللي هو باتل رويال عادي، بس الشيء المميز فيه انه فيه سيارات مدرعة، سيارات فيها نيران، فيها اسلحة راح نتكلم عليها بعد شوي، وفيه تشوبر جنر اللي هو هليكوبتر، واحد يسوقها وواحد تاني يمسك رشاش وينزل رش بالناس. ما شفت اي لعبه باتل رويال فيها تشوبر جنر جوا اللعبه. وغير هيك فيها طياره بتقصف صواريخ نفس الاي سي 130 تتحكم فيها بالريموت، فاشياء صراحه جدا رهيبه. اول شيء خلينا نتكلم على السيارات. السيارات نفسها موجوده بالجيم العادي، بس الشيء المميز فيها هون انها مدرعه وفيها رشاشات، وبعض السيارات تمشي على المي. فعليا اول سياره انتم شايفينها اللي هي الارم بيك اب، فيها نيران من قدام تطلق نيران، وفيها ميني جان من ورا فين واحد يمسكه والسياره بتمشي على المي. عندنا الارم داسيا نفس الشيء، نيران ورشاش، وعندنا الارم ناز اللي كمان فيها نار من قدام ورشاش، وهي اكثر سياره مدرعه منهم، وعندنا الارم بوجي اللي فيها ميني جان من فوق. وطبعا مع وجود كل هالسيارات المدرعه والهليكوبتر والطياره اللي بتقصف، لازم يكون عندك شيء تدافع فيه عن نفسك لو ما طلعت لك هالاشياء. والشيء هو عندك صاروخين جدد او اثنين ار بي جي جدا جدا رهيبين، فينك تقصف فيهم الاشياء بكل سهوله لو طلعوا لك. اوكي، وحاليا خلينا نتكلم على الجيف اواي وكيف ممكن تربح ايفون 11 برو ماكس من جوا اللعبه. لما تفتح القائمه راح تلاقي عندك على اليمين كلمه الايفنتات او الايفنتس، اضغط عليها وبعدين راح تطلع لك هالصفحه. روح على قسم الموصبه او بالانجليزي الريكومنديشن، لما تروح عليها راح تلاقي عندك مهرجان الخريف الذهبي، روح عليه واضغط على كلمه اغتنم الفرصه الان. راح يدخلك على هالقائمه اللي شايفينها قدامكم حاليا. في يوميا أربع تحديات جدا بسيطة لازم تسويها، يعني تخيل في تحدي إنك تفتح اللعبة فقط، مجرد ما تفتح اللعبة راح تخلص التحدي، في تحدي إنك تلعب جيم واحد وما في داعي إنك تفوز أصلا، فتحديات جدا سهلة، بس تأكد قبل لا تسوي أي تحدي إنك تضغط على الكلمة الموجودة تحت اللي اسمها أدخل معلومات تواصل، اضغط عليها وراح تفتح لك هالصفحة شايفينها قدامكم حاليا. لازم تعبي اسمك الصحيح مثل ما هو موجود بالهوية، الايميل، رقم التلفون، البلد وعنوانك، عشان لو فزت بعدين يبعثوا لك الايفون او يبعثوا لك الجوائز اللي راح تربحها. فالمهم بس تعبي هالبيانات وتسوي التحديات، ارجع لهون راح تلاقي فيه ثلاث شجرات او ثلاث نخيل طالعين ومكتوب تحت سحب الحظ خمسة، انه فعليا عندك خمس باكيجات. مثلا هاي الباكيجات مجانية، مو شيء تدفع عليه فلوس، لا باكيجات من تحديات. فافتح الخمس باكيجات وراح يعطيك احد الجوائز شايفها على اليمين، يا اما جوائز من جوا اللعبه نادره نفس سكن نادر وهلمت نادر او شيء من الكلام، يا اما اشياء جدا بسيطه من جوا اللعبه، يا اما ايفون 11 برو ماكس او حتى بطاقه ايتونز او جوجل بلاي بقيمه 100 دولار. وهي الصورة شايفينها قدامكم محددين تواريخ متى راح يكون سحب على الايفون ومتى تسحب على بطائق جوجل بلاي والايتونز. ف 10/10 اللي هو امس اختاروا شخصين، في شخصين فازوا بايفون 11 برو ماكس واربع اشخاص فازوا ببطائق جوجل بلاي وابل ستور، وحاطين تاريخ 15/10 اللي هو تقريبا بعد اربعة ايام راح يكون في سحب على ايفون جديد على ثلاث ايفونات، بعدين تاريخ 22/10 وبعدين تاريخ 29/10. فانت روح سوي التحديات بهالايام، اضمن انه يكون اسمك بين الناس وممكن تفوز بهالجوائز. وفي تحت كاتبين تواريخ متى راح يسحبوا على 40 بطاقة ابل ستور وايتونز اللي هم ب 12/10 اللي هو فعليا بكرة، و 19/10 و 26/10. فللتفاصيل اكثر شيك اول لينك موجود بالوصف، ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. اوكي شباب، فحاليا خلينا نفوت على الطور اللي هو بتروح هون على السلكت مود او بالعربي اختيار الطور على ما اظن، بعدين على الايفو جراوند راح نلاقي بيلود 2.0، فنحط اوكي وندخل. الله، شوفوا شكل الطياره، سكن الطياره رهيب. اوكي شباب، السكواد اللي داخل معاه متحمسين زياده، دخلونا على بوشينكي، فالله يستر. اوكي شباب، طلع لي الار بي جي الجديد، طلع لي الار بي جي الجديد اللي بقصف الدبابات والطيارات والاشياء هاي. اوكي، طبعا هدفي يا شباب من هالجيم انه
قاعدين يتضاربوا وانا قاعد اسولف لهم. الهدف انه نجرب احد المركبات الجديده سواء السيارات ويا ريت التشوبر او الهليكوبتر او الطياره اللي تقصف. هذا الهدف، ممكن نلاقيهم ممكن لا، بس خلينا نشوف. الشيء الحلو حاليا انه عندي الار بي جي، فلو مر علينا الطياره راح اقصفها. طبعا راح يدخلوني مع بوتات كالعاده ولا لا؟ لا هذا مو بوت صح. تعال 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 تعال، وين رايح؟ اقدر اقصفها بالار بي جي. واضح ما كان في ضايع ضوء الطلقة، بس أحب الشعور المتوحشة. أوه بطل عندي آمو، أقدر أقصفه بالآر بي جي. أوه هتجيبه ولا لا؟ أوكي لا ما جابته. تعال أوكي شباب طلع، شوفوا 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 كيف هشيل هالبوت. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ والله انت اللي بلشت تطلق علينا يا خوي، انا ما كان ودي يعني بس معليش. اوكي. طيب ريفايف يا عيال. اوكي نحن حاليا في جيم ثاني ولقينا السيارة. لا 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 تسحبوا علي، لا تسحبوا علي، هي كفو. اوكي هي السيارة اللي بتنفخ نار، بس للأسف مو انا اللي قاعد اسوق. بس خلنا نشوف اذا راح يسبح فيها واحد او لا. الرشاش اللي فوق يمديني اتحكم فيه؟ اظن كل شيء السائق هو اللي يتحكم فيه، حتى الرشاش اللي فوق اظن. ايوه اطلع اطلع خلني اسوق، اطلع اطلع يلا يا نتعك لا تكون طماع، خلني اسوق. ايوه كيف 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 اسوق انا؟ درايف. مع السلامة يا نتعبك، نشوفك في فيديوهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة. خلاص تعال 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 امزح امزح تعال. هو اللي كان يطلق علي صح ولا عدو؟ لا والله شكله عدو. يا انتعبك ايش فيك يا مريض؟ الكلب هو اللي ذبحني؟ ليش؟ ما كنت عارف ان اللعبة فيها فريندلي فاير. اوكي شباب جيم ثالث وفي ضرابة. حلو حلو حلو، لا لا مو حلو هاد، حلو هاد. ايوه القم القم القم. هذا شو السلاح التعبان جدا يا خوي، مو كانه الكل حقي يعني شوية احترام. اوه سيارة جديدة سيارة جديدة، خليني اركب 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 بسرعة. درايف درايف درايف. يلا اركبوا اركبوا اركبوا. والله بجيب العيد فيهم، بس خلينا نشوف النار، نضغط على النار هون. هو لا خلاص خلاص بفضي البترول. اوكي نمشي. بحرق خوينا بحرق. اطلع اطلع. اوه والله ذبحته بالغلط. اوكي اوكي ان شاء الله ما يحقدوا علي. اوه في سيارة ثانية، بس خلاص اللي عندنا كويسة. هلا والله، أنا بعد عندي نار، أنا كمان عندي نار مو بس أنت. فكر حالك بس أنت عندك نار يعني؟ تعال 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 تعال. أوه أنا جالس أذبح أخوياني بس. لا 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 لا. تعال يا كلب تعال 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 احرقك انا. تعال تعال. طيب سحبوا علي، راحوا الاثنين مع بعض في السياره وخلوني لوحدي. صراحه ما الومهم، سواقتي ماخذ ليسن واسطه، بس يلا. او بيرجع لي هالوحش. تعال يا وحش تعال تعال ارجع الى حضن الوطن. اوكي لا سحب علي. انت بترجع لحضن الوطن؟ تعال تعال كفو. No enough fuel. اوه بطل في بترول والله. يا اخي شو الجيم اللي الكل قاعد يدبح فيه بعض. اوكي هذا الجيم الاخير، على امل هالجيم ما حد يخون في حد وما حد يذبح حد، لانه كل الايام اللي قبل كان يا انا اذبح اصحابي يا اصحابي يذبحوني. ايوه في ضرابة
ان شاء الله اذبح واحد بس بالنار. هذا الهدف. ايوه 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 ذبحت واحد بالنار ولا دعسته؟ لا اوكي شكلي دعسته وش اسمه وفنشت عليه بالنار. حلو 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 هذا الهدف. خلاص حاليا يمديني اطلع من الجيم مرتاح. بس خلينا نكمل بركي يطلع لنا تشوبر ولا الاي سي 130. اوه هو هو يلا من كثر ما قاعد يطلق خوينا هذا ويستهبل جونا ناس. تعال لا لا اوكي ذبحهم خليني افنش عليهم بالنار. مين اللي مات؟ خوينا اللي ذبحني صح؟ نفس كل مرة نفس كل مرة.